المبني المجهول. ايه هو المبني المجهول يا اخوانا؟ في جميع الازمنه هناخده طبعا ان شاء الله، في الازمنه اللي احنا هندرسها المبني المجهول عندي لما يكون الفاعل مجهول، انا مش عارف مين هو الفاعل، او الفاعل ده انا مش ما يهمنيش قوي، يبقى انا بعمل جمله مبني المجهول في حاله لو الفاعل مجهول او غير معروف، او عندما يكون الاهتمام بالمفعول به اكتر من الفاعل. يعني ما يهمنيش الفاعل، ما يهمنيش الفاعل. طيب ولو انا عايز اكتب الفاعل في الجمله دي ممكن استخدمه واكتبه في نهايه الجمله، واكتب قبله كلمه ايه او حرف الجر باي. ده لو الفاعل ده ايه، شخص كائن حي. اما لو الفاعل دي اداه فانا استخدم ويل واكتبه في نهايه الجمله. طيب اذا كان الفاعل ده ضمير رفع، الفاعل نركز، الفاعل ضمير رفع، يعني احمد ضرب علي، مين الفاعل؟ احمد. لو الفاعل ده ضمير رفع اللي هو هي، خلاص هي تحول الى هم، يعني اقول باي هم، يبقى علي ضرب باي مين؟ علي. لو اسم عالم هكتب اسمه علي، لو ضمير ممكن ما اقولش باي هي، لا اقول باي هم. طب لو شي باي هير، خلاص. طيب القاعدة بتاعته ايه بقى في المضارع البسيط؟ قاعدة المبني المجهول في المضارع البسيط، المفعول به am او is او are، والتصريف الثالث. المفعول به am is are، والتصريف الثالث. ده فين دوه؟ ها في المضارع البسيط. مثال I drink coffee، أنا شربت القهوة أو أنا بشرب القهوة. مين المفعول به هنا يا أخوانا؟ القهوة، القهوة هي المفعول به. الفعل مين؟ I، أنا. طب أنا عايز أقول القهوة شربت، يبقى أقول coffee is، طبعا إحنا اتفقنا المفعول به بعد مين؟ am is are. طب هنا كاف، كافي دي اللي هو الضمير بتاعها مين؟ ات. ات بتستخدم از ولا ام ولا ار؟ احنا فاكرين الافعال المساعده اخوانا لما اتكلمنا عن ام واز وار وفيرب تو بي، ام بتيجي مع اي واز مع هيم شي وات، وار مع اي ويو وي وذي، خلاص. فانا هنا اقول كافي از درانك، القهوه شربت، القهوه شربت. انا ما يهمنيش الفاعل دلوقتي شربت، مين اللي شربها ما يهمنيش، عايز اقول مين هو اقول باي واكتب اسمه، مثلا علي يبقى اقول باي علي، يبقى القهوه شربت بواسطه علي، يعني مين اللي شربها؟ علي. طيب اذا كان المفعول به اللي هو كافي ده المفعول بيها اسم مفرد او ضمير اللي هو ات زي كده، هير هم ده طبعا اللي هو انثى، ذكر، نطع is، ايوه هي it فعلا يبقى حطينا is. اما اذا كان المفعول به اسم جمع، جمع اللي هو you us them، نضع مين؟ are. طب اذا كان me نضع am، خلاص تمام. يضاف قبل الفعل المساعد ويتحول الفعل الفعل الى التصريف التالي، خلاص. يبقى بنضيف المفعول قبل الفعل المساعد والفعل بيتحول الى التصريف ايه الثالث. مثال the wolves eat the sheep، الذئاب بتاكل الخراف او الخرفان، الذئاب بتاكل الخرفان. فانا عايز هنا اقول ايه، انا حولها لمبني للمجهول، فاقول هنا الخرفان تؤكل كل بواسطة الذئاب، تؤكل، خلاص. أو أكلت، الذئاب أكلت بواسطة الخرفان، أكلت بواسطة الذئاب. طيب المفعول به عندي هبدأ به، يبقى أنا هنا بقول the wolves eat the sheep، فبقول هنا the sheep دي الخرفان.
طيب ده جمع، يبقى نقول ايه؟ ار. حط التصريف التاني بتاع ايت، ايتن. خلاص، وبالامريكان ايدن، ايدن، لان هنا تي قبلها اي وبعدها اي، حروف متحركه فتنطق دي. ايدن، the sheep are eaten by the wolves، يعني الخرفان اكلت بواسطه الذئاب. طيب my wife calls me darling، يعني زوجتي بتنادمني بايه؟ يا عزيزي. خلاص، زوجتي بتنادمني بتقول لي يا عزيزي، فانا عايز اقول لي انا دعيت، او انا دعيت بيا عزيزي من قبل زوجتي، فاقول ايه؟ طبعا مين هنا المفعول؟ مي، فيتحول الى اي. طب اي اي فعل مساعد مع ام از ار؟ لا، ام. يبقى ام كولز، هنا هنقول كولد، ده الماضي بتاعها، التصريف الثالث، darling by my wife، يعني انا ادعى بيا عزيزي بواسطه زوجتي. He breaks her pen، هو بيكسر قلمها، هو يكسر، بيكسر قلمها. طب انا عايز اقول قلمها كسر بواسطته، يبقى القلم مين اللي كسره؟ هو. فاقول هنا فين هنا المفعول بيه يا اخوانا؟ pen، her pen طبعا على بعضها. فاقول هنا her pen is، طبعا دي الضمير بتاعها it، فنستخدم معاها ايه؟ am ولا is or are؟ is. فاقول هنا her pen is broken، اللي هو التصريف التالت بتاع breaks، broken by him. احنا قلنا لو اهي لسه احنا بنتكلم عنها دلوقتي، لو فين 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 الفعل بتاع ضمير هي هتتحول لهم. تمام، فاقول هنا اهي هي، فاقول هنا by him، by him. خلاص، يبقى her pen، her pen is broken by him، يعني قلمها اتكسر او كسر بواسطة مين؟ بواسطته، اللي هو مين؟ اللي هو ينوب عنه هي، اللي هو ايا كان بقى مين هو، احمد، علي، حسين، اسامة. خلاص، يبقى ده عندي ده المبني للمجهول فين؟ في المضارع البسيط. خلاص قلنا. في اي استفسار في الجزء اللي فات ده يا اخوانا؟ قبل ما نبدا بس الجزء الثاني الجديد كده، اي استفسار في الجزء اللي فات؟ تمام. طيب نركز في المضارع المستمر. المضارع المستمر ده قلنا يعني هنشتغل فيه شويه لحد ما المحاضره تخلص، نكمل المحاضره الجايه، هو المضارع الثامن ان شاء الله. المضارع المستمر ده من الازمنه البسيطه جدا. بيتكون من ايه؟ بيتكون من الفعل am is are والفيرب مع ing، وده سهل جدا، ولا نقعد نحفظ تصريف تاني ولا تالت ولا الكلام ده، زي مثلا مبني المجهول، الا لو انا هستخدمه في المبني المجهول ده. خلاص اتفقنا ان انت تبدا تحفظ الافعال، التصريفات بتاع الافعال التاني والتالت، عشان ما تجفش قدامك في التحدث مع اي زمن من الازمنه، وده هيتطلب منك مجهود طبعا ان انت تحفظ يعني مجموعه من الافعال كبيرة شوية تصرفاتها، خاصة اللي يهمنا أنا في التصرفات هي التصرفات الشاذة، لكن التصرفات الغير شاذة خلاص هو الفعل بضيف له إيدي وخلاص. طيب